السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. اتكلمنا معاكم امبارح في أحكام الأضحية وهنكمل كلامنا النهاردة، وهنتكلم أكتر عن الاشتراك في الأضحية مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيب يا شيخ أحمد، كل سنة وكل المشاهدين طيبين. الله يخليك. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين، ونسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يكون سبحانه وتعالى رفع عنا الغلاء والوباء والبلاء. اللهم أمين. وأن يجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين. اللهم أمين. طبعا الأضحية كما قلنا هي سنة أبينا إبراهيم، وأنها شرعت مواساة للفقراء والمساكين، ونحن إذا ما ضحينا فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قول ربنا جل وعلا فصل لربك وانحر. لكن يبقى السؤال، الأضحية تكون إما أن تكون في الشاة اللي هو نحن بنتكلم في الغنم الخروف أو الماعز، وإما أن تكون في البقر والجاموس، وإما أن تكون في الإبل. هل يجوز أن يشترك الإنسان مع آخر في مثلا في الشاة؟ نحن نفرق بين الشاة، بين الضأن الخروف والماعز، وبين البقر والجاموس والإبل. البقر والجاموس والإبل يجوز، ونحن سنبين ذلك. أما الشاة فلابد أن نوضح أمرين. الأمر الأول هو اشتراك في الثواب والاشتراك في الثمن. الاشتراك في الثواب كأن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، أنا رب أسرة فأنا سأذبح أو ضحي بخروف هذا العام يشترك، يدخل معي زوجتي ويدخل معي أولادي ويدخل معي من كان تحت نفقتي ورعايتي، كما قال المالكي عليهم رحمة الله. وأسباب ذلك ثلاثة: النفقة والقرابة والمساكنة. النفقة والقرابة والمساكنة كما يقول أئمتنا، وقال ذلك ابن حبيب عليه رحمة الله. والدليل على ذلك ما رواه الحاكم والإمام أحمد رحمه الله من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للناس يوم النحر، ثم قام النبي بعدما انتهى من خطبته، من صلاته وخطبته صلى الله عليه وسلم، قام فذبح كبشا بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. إذن فأدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أو من لم يضح من أمته في ثواب هذه الأضحية. فيجوز إدخال، يعني أنا أنوي وأقول والله زوجتي، دخل زوجتي ودخل أولادي، لكن العلماء في الخروف وفي البقر وفي الغنم. أنا أتكلم على الثواب. أنا أتكلم الآن على الثواب. خلاص. طيب، الإمام وعند الترمذي من حديث عطاء بن يسار لما سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وأهل بيته. يبقى احنا بنتكلم عن أهل البيت، أنا رب أسرة فبذبح عن نفسي، لازم الزوجة تذبح ذبيحة مستقلة؟ لا، فقال لك بتدخل في الثواب. إيه ثواب هذه الأضحية التي ليه؟ لأنها تحت نفقتي ورعايتي. خلاص. وهذا ما ذكره الإمام المبارك فوري في تحفة الأحوازي شرح جامع الترمذي، قال والحق أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كانوا كثيرين. يعني أنا لو أهل بيتي دول اللي هو يجب علي نفقتهم كام؟ 1000 واحد، الشاة الواحدة تجزئ عن هؤلاء. قال وهو الحق الذي لا مرية فيه. وذكر ذلك الشوكاني رحمه الله وقال وبذلك اقتضت السنة، يعني بذلك جاءت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا أمر. الأمر الثاني اللي هو الاشتراك بقى في الثمن، بمعنى إيه؟ أنا لي بيت مستقل والأستاذة دعاء لها بيت مستقل، ينفع أنا والأستاذة دعاء نشترك في البقر والجاموس والإبل في إحنا الاثنين؟ فالعلماء قالوا الاشتراك في الثمن أكتر من واحد في البقر والجاموس والإبل. البقر والجاموس والإبل، أنا بتكلمش دلوقتي عن الشاة، البقر والجاموس والإبل قالوا من واحد لكام؟ لسبعة.
طب الدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بالبدن يوم الحديبية، قال نحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية البدن عن 7 والبقر عن إيه؟ عن 7. وبالتالي يجوز 6 و5 و4 و3 و2 و1 في البقر والجاموس والإيه؟ والإبل. أقصى حاجة 7. أقصى حاجة 7، لكن عند ابن عباس في رواية أخرى إن الإبل يجوز لغاية 10. دي رواية عن ابن عباس، لكن الجمهور بيقول إيه؟ لغاية 7. طب بالنسبة للشاه، أنا أتكلم الآن في الثمن، إحنا الاثنين هنشترك في خروف، هل ده ينفع؟ الإمام النووي رحمه الله قال وأجمعوا على أنه لا يجوز الاشتراك في الشاه، في الشاة الإيه؟ في الشاة الواحدة. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بالجواز نقول له يجوز 2؟ يقول يجوز 2. نقول له طب يجوز 3؟ فإن قال لا، قلنا فلماذا جوزت 2 ولم تجوز 3؟ ها. طب وإن قال يجوز، قلنا إلى أي حد؟ طب ما الدليل على ذلك؟ وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يشترك في الثمن، في الثمن مع آخر. يعني إحنا الاثنين ندخل في أضحية، بنية الأضحية، ده بنية أضحية وأنا بنية أضحية في الشاة الواحدة، بإجماع أهل العلم أنه إيه؟ أنه لا يجوز، لكن يجوز أن أدخل غيري في ثواب الأضحية. تمام. ناخد تليفونات. أسماء أهلا وسهلا، ازيك يا حبيبه قلبي، اتفضلي. انا كنت بس عايزه اسال الشيخ احمد، بس تعلي صوتك شويه. اسماء ماشي، ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله، ربنا يحفظك يا رب. معلش بس احنا، انا كنت في عمره تمام، واحنا في الطياره لما وصلنا للميقات ما صليناش ركعتين الاحرام. ايوه نعم. انا كنت اول مره اطلع والمشرف ما قالش. نعم. فكده العمره. حاضر يا فندم. هل سؤال تاني؟ انا عندي سؤال تاني بس سؤال ما صليتيش قبل ما تركبي الطياره ولا صليتيهم خالص؟ صليت في البيت. ايوه صليتي يعني. بس المفروض ان احنا في المكان نفسه وزي ما بنروح التنعيم وبنصلي. لا مين قال لك كده؟ انت صليتي في البيت بنيه الايه؟ الاحرام ونزلتي. ولما كنت في الطياره فوق الميقات قلتي لبيك اللهم لبيك والحاجات دي. تمام. طب خلاص، ايه السؤال بقى؟ انت خايفه ان كان لازم تصليهم في الطياره؟ ماشي يا حبيبتي. عندي سؤال تاني. اتفضلي يا فندم. بس هو مش هينفع اقوله على التلفزيون، فينفع اتواصل معاك؟ سيبي رقم تليفونك. حاضر، سيبي رقم تليفون. ماشي يا حبيبتي. طيب خلينا نحن نفرق ان الانسان اذا احرم الاحرام يكون من الميقات، وهذا هو الاصل، ويجوز للانسان ان يحرم قبل الميقات. لما قال الله عز وجل اتم الحج والعمره لله، قال ابن عباس ان يحرم الانسان من دويره اهله، فيجوز للانسان يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات إذا خشي أن يتجاوز الميقات دون إيه؟ دون إحرام. لكن إن أحرم قبل الميقات ظنا منه أن ذلك أن هذا الأمر فيه ثواب أكثر، فقد ابتدع في دين الله تبارك وتعالى. وهذا ما قاله الإمام مالك لما جاء إليه رجل وقال يا إمام أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لماذا؟ قال أبتغي ثوابا أكثر، فقال الثواب يكون من الميقات. قال لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ذلك يا إمام؟ يعني أمشي خطوات بعيدة فأنال ثوابا أكثر. قال وأي فتنة أعظم من أن تأتي بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو المقصود أنه يعني يعتقد الإنسان أن المسألة دي فيها ثواب أكثر والنبي لم يبين ذلك، هذا الإنسان على خطر عظيم. لكن لا، أنا خايف والله إلا أنا يعني أتجاوز الميقات وأنا نايم في الطيارة أو ما إلى ذلك، وبعدين ممكن يبقى فيه مشقة ولو هعب بقى ممكن أغفو أو ما إلى ذلك، فأنا بحرم من البيت، بحرم من المطار، كل ده ما فيش مشكلة فيه. طيب أنا بحرم بعد ما إحرام، أنا الاغتسال ثم قال الإحرام، الإحرام يكون بملابس الإحرام وبالنية والتلبية لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك هل يجوز الإنسان من السنة ولا من الواجبات أو الأركان حتى اللي هو أن يصلي الإنسان ركعتي الإحرام؟ هذا من السنة، وبالتالي فإن الإنسان إذا أحرم ولم يصلي فإن إحرامه صحيح. إذا لم يصلي السنة فإن إحرامه صحيح. ولذلك لما بيروحوا التنعيم مش شرط اللي أنت تدخل مسجد السيدة عائشة، لما يكونوا في مكة وعاوزين يحرموا مش شرط اللي أنت تدخلي مسجد السيدة عائشة وتصلي ركعتين، لا بتعدي مسجد السيدة عائشة وبعدين تلفي وتقولي نويت الإحرام وانتهت المسألة. طب ما صليتش السنة مولانا ركعتي السنة، سنة الإحرام، إذا هي سنة وليست إيه؟ وليست واجبة. نعم. هاجر اهلا وسهلا. ايوه حبيبتي اتفضلي. ممكن اسال الشيخ سؤال؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك.
انا متجوزه ببيت عيله يا شيخ وكده، فمشكلتي مع حماتي، انا كل بعضيها بما يرضي الله وماشيه بما يرضي الله وكده، فهي دايما بتقول في الجفايا ان انا وحشه وكده، ودايما لا احنا بتطلع مش كل فاهمين عيني. بتقولي ايه يا هاجر. انت عايشه في بيت عيله ومشكلتك مع حماتك صح؟ ايه بقى المشكله؟ المشكله ان دايما يرفضوا دعاء، مش حابيني، عاملني وحش وكده، مين اللي فبيقولوا بيعاملك وحش؟ هي حبايبي والحبايب بيقولوا عليا ان انا وحشه وكده، وانا ماشيه بما يرضي الله معاهم، يعني ما قصرتش معاهم في حاجه. وانت متجوزه بقالك قد ايه؟ متجوزه بقالي 3 سنين دلوقتي. وطولت ال3 سنين او طول ال3 سنين بتعاملك بالسوء يعني؟ هي فرحية من في وشي يا شيخ كويسة جدا، لكن في جفايا مع حماية بتقول عليها حاجات وحشة خالص. ليه؟ وانت عرفتي منين بقى ان هي بتقول عليكي طالما هي في وشك كويسة؟ طب ما انا بشوفهم مرة سمعتهم وكده، يعني انت بتسمعيهم؟ مرة واحدة سمعتهم وكده، فدايما بحسهم بيقولوا عليا دايما، احيانا بسمعهم يعني. طب ما انت المفروض ما تسمعيش شوفي بقى يا الحاجات هاجر، اللي تضايق الانسان كده طالما هي شوفي يا بتعاملك هاجر، كويس. لو كان الباقي الكلام يا هاجر من باب التجسس فهذا لا يجوز، يعني انت بتتسمعي بتتجسسي عليهم فده لا يجوز شرعا، فانت وقعت في المحظور. وان كان اللي انت كنت ماشيه كده فسمعتي بيتكلم فوقفتي فبرضه ده نوع من انواع التجسس وده لا يجوز شرعا، وربنا قال ولا تجسسوا. الامر الثالث، ده حدنا قال لي وقال لي ده بتقول عليكي، فانا لا استمع لكلام القائل المبلغ ده واصرف سمعي وقلبي عن الكلام ده خالص، اقول لا ده حماتي بتعاملني حلو الحمد لله زي الفل، انا ما شفتش منها حاجه وحشه. وبعدين الحجر اللي بعد كده، ما نشغلش نفسينا بحاجه انا ما شفتهاش، يعني هي بتعاملني كويس وبتكلمني كويس بس بتقال ده بتقول عليكي في ظهرك، انا مالي طول ما هي بتعاملني كويس انا هشغل نفسي ليه بالكلام ده هي بيقول في ظهري، واتعب نفسي ليه واجيب الاذى لنفسي ليه؟ ما تجيبيش نفسك لا مشاكل، يعني خليكي كده طالما هي وحاولي بتعاملك اعمليها كويس معامله حسنه وربنا يوفقكم يا رب. وربنا يهديها. نعم. ناهد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانتي طيبه. استاذه دعاء، انا عايزه اسالك على حاجه. انا بنتي توفت في نص شهر 3 اللي وفاء فات، لله ونعم بالله. انا لحد الان دموعي عينيا ما بتبطلش دموع، ربنا انا يرحمها. تعبت من نفسي، وبنتي دي اصلا كانت مريضه كلى وبتغسل كلى وعاشت في مستشفيات سنين طويله. كان عندها كم سنه؟ هي توفت عندها 33 سنه. نحسبها شهيده ان شاء الله. إن شاء يا الله. رب. وطبعا هي وهي اخر مره في المستشفى، اخر حاجه دي في الرعايه، بقت تقول لي خرجيني يا ماما من المستشفى دي انا هموت فيها، وانا حاولت اخرجها مش عارفه اخرجها، انا ضميري معذبني. ليه انا ليه ليه هي كانت، خلينا بس، ولا ضمانك يعذبك ولا حاجه، هي كانت في الرعايه وكانت تعالج، هي كانت حاسه ان هي ممكن يكون خلاص دنا الاجل فبتقول ممكن خرجوني اروح البيت، لكن انت هي كانت في المستشفى تعالج، وربنا وده اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ما انزل الله داء الا انزل له دواء وقال تداووا عباد الله، فانت خدت بالاسباب فما نقعدش نعذب نفسنا بكده. اما قضيه دموعي لا تهدأ ده طبيعي ان انت في النهايه ام، بس عاوز اقول لحضرتك خرجي نفسك باي طريقه كانت، اشغلي نفسك بالبيت، اشغلي نفسك لو في اولاد تانية احتسبيها خلاص عند الله عز وجل، وقولي احتسب عند الله ابنتي. ورب العالمين قال وبشر الصابرين، مين هم يا رب؟ 3 حاجات بقى اللي هيصبروا دول، بقى لهم 3 حاجات، كل حاجة من الحاجات الـ3 دي أفضل من الدنيا وما فيها. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك، خد الـ3 بقى، عليهم صلوات من ربهم، أدي الأولى، الثانية ورحمة، الثالثة وأولئك هم الإيه؟ وأولئك هم المهتدون. الحاجة اللي بعد كده، أنت احمدي ربنا أن بنتك كانت يعني ميتة بمرض في البطن، مرض البطن ده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللي يموت بداء البطن فهو شهيد، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ودع أجلها خلاص والحمد لله انتهى وذهبت إلى رب كريم سبحانه. طب أنا المفروض أعمل إيه؟ اشغلي نفسك بالحياة، خليكي قوية، صلي، استغفر لها، ادعي لها، وهكذا، وما تضيعيش الإيه؟ الحي، فإن الحي أولى من الميت كما قال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ربنا يرحمها رحمة واسعة. أم علي، الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ليا سؤال على الندر. الندر؟ حماتي كانت خلاف ندره لجوزي، يعني ندر وجوزي ما وفاش بيه وهي توفت،
فهل دلوقتي ايه؟ مين اللي مكان مين اللي حماتك؟ قالت ايه يعني؟ قالت ان انا كنت مكتبه تجيب ذبيحه وتوديها لشيخ. قالت هتجيب ذبيحه لو حصل ايه؟ توديها لشيخ، توديها لشيخ يعني النذر ده توديه لشيخ. شيخ يعني ايه؟ يعني زي جدج، تجيب جدج وتوديه لشيخ عشان كان جدي تعبان وربنا شفاه. ايوه شيخ يعني ايه؟ اللي هم امات اللي الشيخ الشيخ يعني زي الشيخ ابو العباس زي مقام ضريح يعني مقام وتذبح هناك يعني وتفرق عشان جوزك كان عيان. جوزك خف؟ خف الحمد لله، بس هو خد النذر وباعه. خد النذر وباعه ازاي يعني؟ هي الست اشترت نذر فعلا راح واخده وبيعه؟ لما وديه الشيخ اخده وباعه. ليه عمل كده؟ وقال لك احنا ما احنا قوي، وهي دلوقتي اتوفت، فعلا النذر دلوقتي لازم الواحد يوديه او انا اعمل كفاره مثلا. ايوه يعني هتوديها تعملي ايه؟ يعني مثلا انا هوديه لسيدي ابو العباس سيدي يعني هعمل ايه هناك؟ اوديه اعمل ايه هناك؟ يعني توزعه على الفقراء يعني والمساكين؟ النذر يكون يعني. النذر لله رب العالمين صح كده؟ والتوزيع يكون للفقراء والمساكين. هي كانت قايله الكلام ده؟ توفي جوزك يوفي النذر، جوزك يوفي النذر فهيذبح ويوزع على الفقراء والمساكين حول بقى اي مكان. يعني حتى لو مش في المكان ده خلص. لو مثلا طب لو مش في استطاعة دلوقتي مثلا يجيب مثلا لو مش في استطاعته. لا مش في استطاعته. ايه هو كان في استطاعته يحوش ويجيب النذر؟ مش هو كان موجود وهو خده وبيعه؟ طب ده لا يجوز شرع، هو ملزم ان هو يجيبه. مش هنقعد نتحايل بقى، هو كان ب10 دلوقتي بقى ب100، يا رب يكون بمليون، يجيبه بقى عشان يتعلم. عشان هو غلط يا ام علي جوزك. ماشي. طب ليا سؤال تاني معلش. اتفضلي يا فندم. لو الناس ظلمتك ظلم جامد، لو ايه؟ يعني ظلمت ظلم جامد. فانا مره اقول اسامحهم ومع الظلم اقول لا مش قادره اسامح، انا عايزه حقي عند ربنا. ماشي، المسامحه يعني ان الواحد يسامح، هي ساعات بقى ما تبقاش قادره تسامح. ماشي يا حبيبتي. هو الحمد لله ان رب العالمين سبحانه وتعالى لم يفرض علينا قضيه المسامحه بل حثنا عليه، لاني مش في استطاعه البشر. وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول يعني في قضيه القلب، كان استغفر الله ابن حزم الاول يقول ايه؟ والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك. يعني من قضية القلب ما حدش بيقدرها. ليه؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الإيه؟ من أصابع الرحمن. فقضية المسامحة دي قضية قلبية، يعني قضية قلبية ونفسية في نفس الوقت. أحيانا ما ببقاش قادر، هل أفرض عليه وأقول له لازم تسامح؟ ما فيش الكلام ده، بل ربنا حثنا على ذلك، اللي هو تشوف ثواب الناس اللي بتسامح، تشوف ثواب الأجر العظيم لمن سامح مثلا إنسان قد ظلم. ورب العالمين قال والكاظمين الغيظ، وبعدين قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هكذا أعود نفسي. طب لم أستطع، مش قادر، ما حدش كلفك بذلك، إحنا بنقول لك بس يفضل يستحب، لكن فرض؟ لا مش فرض عليك. نعم، بس خاصة ان المسألة دي يا استاذة دعاء قلبية، سامح فرض. طب انا مش قادر، هبقى انا كده اثم؟ لا، بس هو اللي بيسامح هو اللي بيرتاح. ايوه، بس مش قادرة في ظلم جديد وقع عليها، نقول لا ده الافضل يعني. معانا منيرة، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت، لو انا وصاحبتي يعني مثلا بيحصل حاجات بيني وبين صاحبتي كده، ان بيحصل اي حاجه بيني وبين حماتي او بيني وبين امي او بيني وبين اختي، فبحكي على كل حاجه لصاحبتي دي من باب المشوره ومن باب الفضفضه وكده، ده مثلا حماتي عملت معايا كذا، ده امي عملت معايا كذا، فكل حاجه بحكيها لها وهي هكذا. فانا سمعت حد يقول ده من باب الغيبه، وحد يقول لا عادي لو ما بتذكرش بسوء فمش من باب الغيبه، فهو بيبقى ايه بالظبط؟ بس هو انت عارفه الشيخ احمد هيجاوبك طبعا، بس انت عارفه ان ده غلط، لان ممكن لو اتخاصمتوا او قلبتوا على بعض او ما تعرفيش بكره في ايه او الايام ايه، انت تقولي عليها، هي تروح تقول عليكي، يحصل لا مشاكل. هي اولا هي من بلد تانية وهي مش هتقول كده، يعني مفيش حاجه اسمها كده دلوقتي، مش هتقول كده، ما تعرفيش بكره هيحصل ايه. المفروض ما حدش يطلع اسراره لحد، من كتر الواحد اللي بيشوفه في الدنيا تتعلمي كده. النهارده الاثنين اصحاب، بكره يبقوا اعداء.
عشان اي حاجه بسيطه ما تجيش على بالك، فاهمه؟ النهارده 2 اعداء، بكره يبقوا صحاب، فما ينفعش برضو لو الناس ما بتحبيهمش تشتمي فيهم، لان بكره ممكن يبقوا حبايبك، فاهمه؟ والشيخ هيجاوبك. يعني انا ارى ان الانسان لما اجي اشكو او افضفض مساله الفضفضه لانسان اخر، هو من باب النصيحه، لما اجي اخد نصيحه من انسان ويكون النصيحه في امر ضروري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا حصل مشكله، فانا عارف ان الانسان ده ما شاء الله مؤمن تقي، ما بيطلعش الاسرار لحد، عنده خشيه من الله عز وجل وبيخاف من ربنا، فبقول له والله الامر كذا من غير ما اذكر اسماء، اعمل ايه عشان ينصحني؟ لكن ها بتكلم على المليان وعلى البطال وحماتي عملت وزي الفل وفي هنا وبتاع وما الى ذلك، ممكن في يوم من الايام يجي قضيه الحسد انها تحسدك حتى، فتلاقي حياتك كلها ايه اتبدلت. واحنا جالنا قصه قبل كده في البرنامج ان واحده بتقول قعدت وصاحبتي وحبيبتي و الى ذلك، بدات تقول عليا اللي انا اللي بحسد وانا اللي بعمل وانا ما كنتش اعرف، وبدا في الجروبات وعلى السوشيال ميديا يتكلموا عليا وانا ما كنتش واخده بالي، لدرجه ان الناس كلها بقت تخاف مني. فالاصل ايه؟ اللي انا لما اجي اشكو يا استاذ دعاء في امر ضروري واروح لاهل الخبره الثقه المامون، غير كده انا هتكلم ليه؟ طب حماتي كويس، طب الحمد لله حماتي كويسه، حماتي وحشه، صلحي العلاقه بينك وبين ايه وبين ده حصل مشكله، كلمي مع جوزك، كلمي القران مع قال فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهله، بس وخلاص. نعم طيب. لان لما اجي اتكلم عن حماتي اكيد هيحصل غيبه، اكيد هتقول ايه بس هي وحشه في المره دي، بصي هي حصل منها، فيعني بصي بقى انا زعلانه منها، وهي فخلاص دخلنا في الغيبه والنميمه ومش هنخلص، فنسكت خالص، من صمت نجا، ما فيش بشر يؤتمن، انما اشكو بثي وحزني الى الله، لك رب رب كريم تشكيله الهم وتبثي اليه الحزن والشكوى. تمام. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدين. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، الدال على الخير كفاعله. دي نيتنا كل يوم في فقرة الخير، إننا ندلكوا على أعمال الخير المختلفة مع مؤسسة فذكر، فناخد ثواب كلنا مع بعض، وكمان اللي ما يقدرش إن هو يساعد منكم نفسه يحاول يدل غيره على الخير ده، وربنا يستخدمنا جميعا ولا يستبدلنا. أهلا بك مرة تانية. الله يكرمك يا رب ويحفظك ويكرمك يا رب، ونسأل الله عز وجل أن يستخدمنا وأن يستعملنا في طاعته يا رب، وأن يجعلنا دالين عليه وعلى الخير، اللهم أمين، وأن نكون ممن يعني دخل تحت هذه الآية وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفلاح في الدنيا والآخرة يا رب. والسادة المشاهدين معنا، حقيقة يا أستاذة دعاء، الإنسان الجواد اللي بيجود بالمال ده هو إنسان كريم على الله تبارك وتعالى، وصفة الجود دي أنا بعتبرها كنز، كنز حقيقي، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيها الا لعبد كريم على الله. اصل ربنا ده نوع من انواع الابتلاءات، بمعنى ان ربنا اعطاك المال وهو بينظر سبحانه وتعالى، هو اعلم انت كيف تتصرف في هذا المال. العبد الكريم على الله عز وجل يجعله دائما سخيا، معطاء، كريما، جوادا، يبدا يبذل لاهل الفضل واهل يعني سبحان الله اهل الله، يعني خلينا نعتبر كده ان الناس الفقراء والمساكين دول هم اهل ربنا سبحانه وتعالى، فكيف يضيع اهل الله تبارك وتعالى، كيف يضيع الفقراء. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق قسم الارزاق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ده يا استاذه دعاء ده ابتلاء، نوع من انواع الابتلاءات، فاروا الله من انفسكم خير. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان سيد الأجودين عليه الصلاة والسلام، كان سيد الكرماء صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكان النبي أجود من الريح المرسلة في خيرها، يعني تخيلي سرعة الريح عاملة زي، كان النبي أسرع عليه الصلاة والسلام، ورب الصحابة الكرام على كده، لأنهم عرفوا وأولئك هم المفلحون، هم عرفوا اللي هم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بدأوا يطعموا الطعام، وبدأوا يكسوا الكساء، وبدأوا يشربوا الناس العطشانة، ويستروا الناس، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وكما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أيما مسلم
أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله عز وجل من خضر الجنة. أنا محتاج ده، أنا محتاج إن ربنا سبحانه وتعالى يلبسني من ثياب الجنة، من حلل الجنة سبحانه تبارك وتعالى. أصل الدنيا فانية والآخرة هي الباقية، فأنا أعمل لحاجة فانية ولا أعمل لشيء باقي؟ ده الإنسان الذكي هو اللي بيقول أعمل إيه؟ أعمل للباقي. طب والباقي اللي هو إيه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الأبدية. ولذلك يؤتى بالموت يوم القيامة ويذبح في صورة كبش ويذبح، ثم يقال الموت، ما فيش موت خلاص، يعني إحنا عندنا في الدنيا موت. طب الموت إيه؟ إحنا كنا في موت، كنا قبل أن يعني نحيا صحينا منه، وبعدين عشنا، ربنا خلقنا هنا إيه؟ ثم يحييكم. طب وبعد كده هنروح فين؟ موت تاني ثم يميتكم، الموتة بقى الكبرى دي، وبعدين يعمل إيه؟ ثم يحييكم، اللي هو يوم البعث بقى والحساب والميزان، وبعدين جنة ونار، نسأل الله أن يرزقنا الجنة ثم إليه ترجعون. ده ربنا قال لنا كده، ولا الآية في سورة البقرة. طيب يجي بقى الموت ده في صورة كبش فيذبح، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود إيه؟ خلود. فالحياة هي الحياة الأبدية. طيب الإنسان محتاج يروح فين؟ يروح هنا ولا هنا؟ طب أنا محتاج أروح الجنة، قدم عملا صالحا. والأعمال الصالحة كثيرة جدا 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 يا أستاذة دعاء. وزيك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللي بقى يلبس إنسان وهو يا عيني مش لاقي على عري، مش لاقي، عنده فقراء مش قادرين يشتروا هدوم لأولادهم، مش قادرين، والعيد داخل وبتاعه مش عارف، طب نعمل إيه؟ كساه الله من خضر الجنة. طب وأيما مسلم سقى مسلما على عطش، طب نعمل إيه هنا بقى؟ سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المختوم. طب إحنا محتاجين ده ولا مش محتاجين ده؟ طب نبعد عن ده ولا نقرب من ده؟ طب أنا لو قربت، أنت قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، الناس هتحبك والناس هتدعي لك وستذكرك بالجميل دائما وأبدا. حتى لو بعد، شوف إحنا بنتكلم نقول إيه؟ فعل أبو بكر، فعل عمر، فعل عثمان، فعل علي، فعل فلان، فعل فلان رضي الله عنه، مش احنا دايما نقول كده؟ طب هم ماتوا ولا ما ماتوش؟ لا، انا عاوز اقول لا، ده ما ماتوش، سيرتهم باقيه، فما ماتوش، هم موجودين، ماتوا الموتة الحقيقيه، بس هم موجودين بعلمهم وافعالهم وارواحهم معنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم وارضاه. طب انا لو عملت كده هبعد عن حاجه واحده بس اللي هي ايه؟ النار. طب انا لو حصل العكس، البخل بقى، ده انت هتبعد عن ربنا. تحب تبعد عن ربنا؟ لا. طب تبعد عن الناس، هيقول لك يا عم طب وانا مالي ومال الناس؟ يا راجل ده ممكن دعوة صالحة من رجل فقير صالح يرفعك الله عز وجل بها درجات، انت ازاي تبعد عن ده؟ طب لا، ده انا محتاج اللي انا اقرب. طيب تقرب منين؟ اقرب الناس يبقى تصدق. لا، انا مش عاوز الناس، فانت بعيد عن الناس، بعيد من الله تبارك وتعالى، بعيد من الجنة، قريب من النار. مين اللي يتمنى ده؟ محدش يتمنى. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السخاء والفضل. آمين يا رب. نشوف أول تقرير خير ومؤسسة فذكر ونرجع لكم. مش عايزه مقدمه ولا عايزه حاجات كليشيهات زي ما بيتقال، الموضوع هندخل فيه على طول وهتعرفوا القصه، قصه احمد اللي ابوه وامه بيتمنوا من ربنا ومن كل واحد بيشوفهم دلوقتي يساعدهم اللي هو يقدر يعيش تاني. حكايته ايه وايه الموضوع؟ وكمان حكايه اخوه اللي فقدته خلال الايام الاخيره اللي فاتت، هي ده او ده اللي نعرفه مع بعض في البدايه؟ عايزين نعرف حكايه احمد، ايه المرض اللي عنده؟ حكايه احمد من ساعه ما ربنا اداه لنا في 2007 2004 ان اكتشفنا عليه الحاله ديت بعدها بثلاث اشهر، عرضناه على دكتور. يعني هو اتولد طفل طبيعي؟ طفل طبيعي، عرضناه على دكتور، حولناه مستشفى عمليات امبابه، فروحنا اتحجز هناك ايه حوالي اسبوع، جم خرجونا. اتحجز ليه في العمليات؟ اتحجز، قال لك ده كان عنده سخونيه.
فبقى عرضونا وبعدين خرجونا ايه ان كان الواد جاله تشدد بقى في الايه في المستشفى بتاعي تشنجات. تشنجات اه بقى. فخدناه على الدكتور استاذ في بنها في نفس الليل، حولنا على بوريش، رحنا على بوريش قعدنا بقى نجري لحد ما وصلنا لموضوع الايه الجهاز ده. ايه الجهاز ده بقى؟ الجهاز اللي بي سي ده اللي بيركب في قاع المخ هنا. يعني خلاص انتوا توصلتوا اللي عنده مرض معين، رحله علاجه او اللي انت تكتشف مرضه بقالك قد ايه؟ ومن ساعه ما جه بقالك 19 سنه بتلف بجري منه. بجري لفيت مستشفيات الدوله ما خليتش، والله ما خليه. بيقولوا لك ايه طبيب؟ بيقولوا لي في النهايه لما وصلنا قالوا في جهاز بيركب وده عايز جهاز، دكتور سياد يسري قال لي هو عايز جهاز في قاع المخ. ثمنه ايه ساعتها؟ الكلام ده من 21 و20 من سنتين او ثلاث سنين، من 3 سنين. قال لي الجهاز هيكلف 850,000. فدلوقتي هجيب منين؟ ما فيش، الحمد لله ولك الحمد، اللي حيلت كله صرفته عليه، بقى لي 20 سنه بصرف ما بقاش مع ما بقاش حاجه حيلتي حاجه. هو الام انا لسه ما سمعتش منها. لو ناموسه قرصيته لازم اقوم اهرش له ناموسه وشه اي حاجه تجاه انا اللي هو عامل ايه. بيعرفش يعمل اي حاجه لنفسه، ما بيعرفش اي اطراف، فيش ولا ايده ولا رجله ولا اي حاجه. بيعرف يناديلك حتى؟ هو كويس في الكلام، بيفهم كل حاجه، فاهم كل حاجه، والذكاء بتاعه 100 100، بس ان ما عندوش اي اراده في ريحته ولا يعني حتى الاكل ما بيقدرش ياكل لا نفسه. انا اللي باكله بايديا والله. والشرب يعني لو حد غريب عنك لو انت مش موجوده ممكن يشرقه وهو بيشربه. ايوه يعني ما بيخليش حد يسقيه ولا ياكله اصلا. ايه الموقف اللي حصل ما بينك وما بينه فضلت تعيطي؟ كتير. ايه زي ايه كده؟ لما يقول لي يما انا مش معنى كل العيال يما بتلعب وبتشتغل وبتروح هنا، بقول له انا يما كده اللي قاعد، مش معنى انا ربنا عمل فيا كده، على طول بيقول لي كده. استغفر الله العظيم. على طول بيقول لي مش معنى انا يما، وانا عملت ايه يما ربنا بيعمل فيا كده؟ اقول لي يا حبيبي احمد ربنا، انت عند ربنا هتبقى حاجه كبيره ان شاء الله. ساعدوني ان انا ابني محتاج جهاز، واحنا تعبنا، محتاج كرسي بالكهرباء يتحرك ويمشي عليه ويروح ويجي زي الجيران اللي بتمشي في الشوارع. واحنا حالتنا الحمد لله على الله، احنا حالتنا الحمد لله يعتبر صفر على الشمال كده. جوزي راجل على المعاش بقى له كام سنه، وانا الحمد لله ما بقاش فيها صحه له، تعب وحالتنا على الله، احنا تعبنا. اتمنى لكل الناس الحمد لله على كده. الحمد لله الحمد لله. بنحاول نوصل صوت كل اللي محتاجه، بننزل على ارض الواقع نشوف الحاله بنفسنا. وحالة أحمد كانت أولى من حالات بتجيلنا كتير، بس هي فعلا محتاجة كلنا نقف معاها وكلنا نقول إن شاء الله يعني هنساعدها ونقف معاها عشان خاطر نفسه أولا، اللي أبوه وأمه خلاص ما بقوش قادرين يشيلوه ولا حتى يخدموه. الموضوع ما بين إيدينا. أنت نفسك في إيه؟ نفسي أخف وأبعد رجلي. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. حالة طبعا أحمد حالة صعبة جدا، وزي ما قلنا يا شيخ أحمد إنه الحالة بتاعته احنا لازم نمسكها على مراحل، يعني هنساعده على مراحل. نعم صحيح. ازاي يعني؟ اولا احنا شفنا احمد دلوقتي حالته، جهاز اعتقد جهاز غالي جدا، واحنا محتاجين طبيب يتكلم في المساله دي ان شاء الله قريب يبقى حد محتاج عمليه شريحه كده بتتركب عشان ايه؟ عشان نعرف بس مقدار العمليه والعمليه دي تكلف قد ايه، وان هي عمليه كبيره، فان شاء الله نشوف يبقى مؤسسه تشوف لنا الدكتور يبدأ يتكلم عن حالة أحمد بشيء من التفصيل، يعني من حالة طبية، وممكن تمن العملية تكلف كام، لأن نعرف أن التمن غالي جدا. لكن أحمد زي بقية الأطفال محتاج أنه هو يعيش يا أستاذة دعاء، يعيش ويتعايش، يتعايش مع هذه الحياة، يحاول أنه هو أن يكون إنسان كبقية الناس. أول حاجة احنا بنتكلم فيها اللي احنا نجدول الموضوع ده، وفي على الأقل نجيب له كرسي كهربائي. يبقى كرسي كهرباء هيعمل ايه؟ هيريح احمد. الحاجه الثانيه هتريح ابو احمد، هيريح ام احمد. يعني هم بيقولوا يعني سمعنا الام بتقول مش قادره، يعني انا خلاص هم مش قادرين يشيلوه ويحطوه كل شويه وبتاع، فمحتاجين الكرسي. الكرسي الكهربائي لا شك ان هو غالي شويه، بيكلف تقريبا 35،
فمحتاجين ان الناس تبدأ تشارك في مع احمد، محتاجين ان احنا ندخل الفرحة على احمد. فده المرحلة الاولى، نجيب الكرسي ده، ثم بعد ذلك نشوف يا استاذة دعاء هنعمل ايه. طيب انا لو عملت كده، هو ده ممكن تكون من الصدقات الجارية؟ شك ان شاء الله هي من الصدقات الجارية. واحنا عندنا الحديث، اذا مات ابن ادم، انا بعمل لنفسي بقى، وقدموا لانفسكم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها ايه يا استاذة دعاء؟ صدقة جارية. وهكون تحت نطاق قول الله عز وجل، ومن احياها فايه فكانما احيا الناس جميعا. طيب نشوف كمان تقرير خير ونرجع لكم. أعظم الشعائر تقربا إلى الله هي الأضحية، لكن في صعوبة بتواجهنا كل سنة، يا ترى أنا هعرف أوصلها لمستحقيها إزاي؟ السنة دي الكلام هيختلف، عشان هنقول اللحمة سعرها غالي والأضحية هتبقى أغلى، لكن السنة دي بقى الموضوع كله هيبقى مختلف مع مؤسسة فذكر، عشان قررنا اللي احنا هننزل على أرض الواقع في المبادرة اللي احنا قلناها لحضراتكم كذا مرة، من قرية فقيرة في محافظة بني سويف. الناس دي اللي تستحق، الناس دي اللي في الاحتياج الشديد للأضحية بتاعتك، بس قررنا اللي الموضوع هيبقى مختلف حبتين، ان الأضحية هتيجي من أهل القرية، كل واحد ربى الأضحية بتاعته أو الجاموس بتاعه أو اللي احنا هينفع يتضحى بيه من خير الطبيعة، وده أهم حاجة، عشان هنقدر ننفع الفلاح اللي ربى وكبر الحاجة بتاعته، وفي نفس الوقت هنديها للأهالي القرية المستحقين. فعشان كده مؤسسة فذكر نزلت على أرض الواقع وبتوريكم الحاجات دي اتربت على خير الطبيعة، والحاجات دي اللي هتروح لمستحقيها في قرية فقيرة فيها آلاف المستحقين. القرية دي مؤسسة فذكر تبنتها في كل احتياجاتها الأساسية، سواء مية، سواء كهرباء، سواء غذاء. والمرة دي الأضحية بتاعتنا هتبقى من قلب قرية فقيرة، فكل اللي بيشوفونا أتمنى اللي انت تشترك معنا، حتى لو عايز تقدم لهم الأضحية بتاعتهم تجيبها لنا في المؤسسة، أو تيجي معانا تشاركنا في يوم الأضحية ده، هنكون موجودين في القرية، أو تساهم معانا بسق الأضحية بتاعك، هو ده اللي نقدر نضمنه لك وتشوفه قدام عينك. كل الناس هتشوف قد إيه الأضحية دي على الشريعة الإسلامية، قد إيه كلنا هنشترك مع بعض نقدم حاجة من خير الطبيعة لأهالينا يستحقوها. ولو اتكلمنا على قرية فقيرة، فهي الأولى بالغذاء والأولى بالأضحية، ودايما بنأكد إن إيديكم في إيدينا، وإن أنتوا شايفيننا على أرض الواقع دايما بنحاول نعمر، ودايما بنحاول نساعد الناس دي عشان نحولها من قرية اسمها فقيرة لقرية غنية بأهلها وغنية في كل حاجة، حتى في أنفسهم هيبقوا أغنياء إن شاء الله. دايما بنأكد في مؤسسة فذكر تعاونوا معانا على الخير بإذن الله. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. طيب شفنا دلوقتي تقرير الأضحية ومؤسسة فذكر، ولسه كانت الحلقة إيه عن الأضحية. إحنا عايزين نعرف أسعار الصكوك. هي يعني مؤسسة فذكر أعلنت الأسعار، اللي هو بالنسبة للخروف 8000، بالنسبة للصك في البقر أو الجاموس البلدي، لأن في ناس بتفرقش بين البلدي والمستورد، البلدي اللي هو بتاع القرية الفقيرة كذلك الأمر 8000، وممكن الإنسان بيجيله نصيبه كمان اللي هو تقريبا 9 كيلو، يعني بيتواصل مع المؤسسة والمؤسسة بتوصل له 9 كيلو. طب هو عاوز يقول والله للقرية كاملة ما فيش مشكلة. طب واحد بقى، الناس بقى بتسأل تقول ايه في ظل الغلاء وبتاعه، احنا هل يجوز؟ طب ينفع انا بشترك بقى في الخروف 2 3 4 5 كده؟ احنا قلنا طبعا الخروف لا. طب نعمل ايه؟ ممكن صدقة اللحم يا أخوانا، 5 6 4 يشتركوا في خروف، يشتركوا في بقرة، من باب الصدقة يعني اللي احنا نوزعها على الفقراء والمساكين. طب يعني هاخد ثواب كتير جدا؟ طبعا، في عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن
أطعم مسلما على جوع. إيه بقى إيه اللي حصل لنا؟ أطعمه الله من ثمار الجنة يوم القيامة. يا رب اكتب لنا جميعا الجنة في الدرجات الأعلى يا رب. ونطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية مشاهدي. بنشرب مية الأموات للمرة الأولى. هتستغربوا زي ما احنا استغربنا قصة أو حكاية عم حسين اللي اتبعتت لمؤسسة فذكر، خلتنا نجيله هنا ونقول حكايتك. هيقول لنا حكاية غريبة فعلا، حكاية كلنا هنستغرب. بس خلونا في البداية قبل ما نبتدي الحكاية أفكركم بحاجة بسيطة. مؤسسة فذكر أطلقت مبادرة، المبادرة دي بتتلخص في أن القرية دي اسمها فقيرة، فقيرة في خدماتها، فقيرة في كل حاجة. الناس ما عندهاش مية شرب، الناس ما عندهاش سقف يحميهم، ما عندهمش حاجات كتير. فمؤسسة فذكر بتعاون مع أهل الخير قررت وأطلقت مبادرة لحياة هتبقى أفضل وتحولها من قرية فقيرة لقرية غنية. حكاية بقى مية الأموات اللي بيشربوها الأحياء ده اللي هنعرفها من عم حسين. معنا عم حسين، كل سنة وانت طيب. طيب يا شيخ. إيه حكاية بقى ده أنت اتبعتت لنا في مؤسسة فذكر عم حسين بيشرب مية الأموات؟ ايه مية الأموات دي؟ هي عشان ببلاش. يعني ايه مية الأموات عشان نفهم؟ هي حنفية حاطينها للميتين اهو. حنفية حاطينها للميتين؟ ايه وسط التربة اهي، وخليك تصورني الوقت وانا شايل المية منها وجاي. بنروح نمنا من الحنفية لوسط التربة، طب هنشرب منين طيب؟ يعني أنت بيتك ما فيهوش مية؟ ولا مية ولا نور. ولا مية ولا نور؟ والله لا مية ولا نور قدامكم. أنت ما فيش حمام طب؟ والله العظيم احنا بنصغر من الليل لليل، قسما بالله. من الليل لليل. ما تدخلش الحمام الا مره. لا ساعات ما تعتم احنا بنطلع الخلا الجبل، يعني السير في الجبل. بتعمل حمام في الجبل؟ في الجبل ما فيش، ما عنديش حمامات. حتى الست بتطلع في الجبل؟ اقسم بالله هو كده، احنا يعني نكذب على ربنا ولا عليك؟ لما اقول حقيقه. مؤسسه فذكر مع اهل الخير جاي لك بيقول لك انت عايز ايه؟ والله احنا عايزين نرتاح وناكل ونشرب زي نفسنا وننور ننظر بعضينا كده. واحنا بدل ما ناكل في العصر ناكل بعد المغرب، ناكل في العشاء. انت اخر طقه بتاكلها العصر؟ العصر ما العزم ما عدت ما تاكل كيف طيب؟ على الشمع. اه والله ما فيش، والله العظيم ما فيش شمع قسما بالله العلي العظيم ما فيش. فانت نفسك في ميه تشربها بدل ما تجيب ميه الميتين وكهرباء في شقتك. ويا ريت ويا ريت اللي يعمل لنا حمام ما يخش الجنه، حاتف هيقربضوها الجنه على طول، ما فيش حساب لي. اللي يعمل لك حمام والله العظيم اللي ريحنا احنا اللي يخش الجنه حاتف. عم حسين ما فيش كلام يتقال غير اللي هو قاله، والصورة اللي هتتنقل أكتر من كده مش عارف دخلت قلوبكم وعقولكم ولا لأ، بس اللي احنا بنحاول ننقله لكم هو ده الواقع اللي بقينا عايشين فيه. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا التقرير وده من تقارير مبادرة الستر لمؤسسة فذكر. يعني جزاهم الله خيرا، دي مبادرة داخل المبادرة الكبيرة. المبادرة الكبيرة اللي هي قرية فقيرة، طبعا دي حالة في وسط المقابر، الراجل مش لاقي مية، راجل مش لاقي حياة أصلا. طب وبالتالي احنا محتاجين يا استاذ دعاء ان الناس كلها تبدا تتفاعل مع هذه المساله من باب وما ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. انا محتاج ربنا يسترني، انا كل معايب كل مصايب، فانا محتاج رب العالمين يسترني في الدنيا. طب اعمل ايه؟ اقدم بقى دلوقتي. يا راجل ده انا ما عملتش خير اصلا، بقى ربنا يسترني عشان اروح اعمل وصله ولا اعمل بتاع. شوف في حديث عند الامام احمد وعند البيهقي كما في الشعب وعند غيرهما من حديث ابن مسعود ان رجلا حوسب يا استاذ دعاء، حوسب رجل ممن كان قبلنا، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم شوفوا عنده ايه ده؟ لم يوجد له من الخير شيء، مش لاقي حاجه خير في حياته اصلا، لا حول ولا قوه. طب ده هنعمل فيه ايه بقى؟ قالوا لا لا حاجه واحده بس، الرجل ده كان يخالط الناس وكان مثيرا ما شاء الله، ربنا كرمه وعنده فلوس فلوس كتيره جدا، فكان يخالط الايه الناس.
ثم يقول لغلمانه، هو كان في قلبه في رأفة ورحمة كده، روحوا كده وبصوا يقدر يدفع؟ لا ده متعسر مش قادر، فيقول ايه؟ خلاص سامحوه. فيبدأ ايه؟ يتجاوز عن الايه؟ عن المعسر. فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك من قد تجاوزنا عنه. شوف ربك هو الكريم سبحانه وتعالى، هو تجاوز ايه بقى رب العالمين؟ تجاوز عن هذا الإنسان. ليه؟ لأن الإنسان كان قد يتجاوز. ليه؟ لأن خلى الفلوس دي من باب الصدقة. فبالنا بقى باللي يستر يا أستاذ دعاء. طب اللي دخل وسط مية والناس تعيش في حياة هادئة، ها، ويعيش في حياة كريمة، فما بالنا بالإنسان اللي يبدأ يتفاعل مع هذه القرية ونحولها من قرية فقيرة إلى قرية إيه؟ إلى قرية غنية. حقيقة مؤسس فذكر بتعمل حاجة كويسة جدا، اللي عاوز يتصدق صدقة جارية على طول يساهم مع مؤسسة فذكر، يبدأ من خلال الأرقام التلفونات، من أرقام الحساب. طب وأنا والله هجيب واحد يجي لك بإيصال معتمد، أنا أقول للناس دايما كده إيصال معتمد، أهو إيصال معتمد عشان تضمن إيه؟ تضمن الحق. مع أن يعني المؤسسة ما شاء الله بتقوم بجهد جبار، بتقوم المؤسسة بفضل الله تعالى تتحرى من الفقراء والمساكين. فلما راحوا لقوا القرية قالوا يعني تقريبا ما فيش أفقر من أهل القرية، نسأل الله أن يغنيهم من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا يقدر كل الناس على عمل الخير يا رب يا كده رب ويساعد يا رب كل إخواتنا المحتاجين. وبعدين الجنية يا أستاذة دعاء يعني تخيلي إنفاق حبة، أنا بشوف إنفاق حبة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيه؟ حبة. فإنفاق حبة يثمر لك الوفاق والمحبة في كل سنبلة 100 حبة. ربنا يقدرنا ويتقبل من الجميع. بشكرك يا شيخ احمد في هذه الحلقة الكريمة، وبشكركم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.